كتير عم نشوف فنانين عم يفتحوا استثمارات بعيدة عن الفن، في هيك تفكير عندك؟ هلا دائما كان في عندي هيك تفكير، بس للأسف ولا مرة يعني وصلت ل يعني بس صيغة نهائية بأي مشروع حاولت يعني ساويه لظروف كتيرة يعني. بس أكيد الفكرة ما أنا بعيدة يعني، لما بلاقي الشيء المناسب واللي بيشبهني رح أعمل هذا المشروع أكيد. في كم قصة براسي بس يعني لا يصيروا بنحكي فيها. لا كتير مرصد أسئلة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما بتنزل صورة لحضرتك مع حياتك العائلية كيف علاقتك مع العائلة اليوم؟ يعني أنا قليل يمكن لنزل أو لأشارك قصة حياتي الخاصة والعائلية مع الناس يعني، بس الناس عم تشوف يعني أنا علاقتي بالكل طيبة وعلاقة قوية وخاصة كتير بكل عائلتي القريبة والأبعد يعني. ما بعرف يعني علاقتي فيهم منيحة كتير، شو بدها تكون أكتر من هيك؟ بالعكس متعلق فيهم بإخواتي ولاد إخواتي بأهلي بخالاتي عماتي، كلياتهم علاقتي فيهم طيبة وظريفة وطبيعية وحقيقية وبعيدة عن أي قوالب أو صور ممكن واحدة يتخيلها. حياة عادية. تحب تعيش بجو الطبيعة أو بجو مدينة أكتر؟ هلا أنا بحب الطبيعة، بس لا أنا حدا بحب المدن. المدن بحس فيها شيء غني أكتر، فيها تنوع أكتر. أنا المدينة فيها ناس كتير، فيها اختلاف كتير، فيها كل شيء أنا ممكن يخليني يلفت نظري بالحياة أو يحسسني أنه الحياة ماشي وعم تغلي بالمدينة أكتر. أنا بحب الطبيعة وبحب الريف كتير، بس ما بقدر أعيش فيه، هذه زيادة عن اللزوم. طيب كيف علاقتك بالمطبخ والطبخ؟ تحب تطبخ لحالك؟ أحياناً أي يعني، أنا عشت فترات طويلة بحياتي ولحالي، أي أكيد بطبخ لحالي، مطبخ ما يعني بطبخ، حكيت كتير هاي القصة قبل، بطبخ أي بس مو كل شيء يعني، بطبخ الأكلات اللي بتناسبني. أنا شخص ما عندي هاي الفكرة تبع إنه الرجل ما بيدخل المطبخ والمدري شو كذا، لا أنا الشيء اللي بساوي بساوي وخلاص يعني، إذا جعت بفوت باكل. اشتهيت شيء يا ممكن خلي حدا من اهلي يساوي لي او انا بساويها، بجرب ساوي، بحب جرب. ايه والطبخ متعه بحد ذاته يعني. خلينا نروح للحب بحياتك، ما في فكره للزواج او متفكر عم تخطط؟ هذا السؤال ما راح تبطلوه. ما راح تبطلوه كل مره، راح ارجع عيد الشيء. في فكره، في اكيد مثل اي شخص اكيد في فكره، لسه هلا ما انا موجوده، بس يعني في فكره بالحياه. شو اجمل موقف مر بحياتك؟ كثير مواقف صدقيني، ما في شيء محدد يعني. اجمل موقف كثير، في مواقف ممكن نكون عم نحكي لك هذا الموقف من اجمل المواقف، بس ربما بس ما في شيء يعني. في مواقف حلوه بتمر، بس ما في شيء اسمه اجمل موقف او أسوأ موقف مر، حسب الظروف وحسب الحاله يعني. لما بشوف الناس اللي انا بحبهم انا بشوفهم مبسوطين وناجحين او عم يقدروا يقدموا يعملوا شيء بالحياه بنبسط. ما في مواقف محدده بتذكرها يعني. شو هي البلد اللي بتحب تزورها كثير؟ اللي بحب زورها كثير، هلا بصراحه انا حدا بحب سافر كثير، او كنت حب سافر كثير قبل الازمه، هلا صار شوي ضاقت القصص حوالينا ما فينا نتحرك صرنا بسهولة، بس أنا بحب سافر، بحب أتعرف على بلدان تانية، على ثقافات تانية، بحب أتعرف على طبيعة حياة تانية. بحب مو أني روح زيارة يومين وأرجع، لا بحب روح مثلا على مدينة أعيش فيها شهرين ثلاثة، أعيش فيها وأعيش مع الناس واستفيد منهم وأتعلم منهم ويتعلموا مني. أنا حدا بحب سافر كتير بكل دول العالم، ميال أكثر يمكن لأوروبا أو ناسبتني أكثر يعني بسفراتي بالوطن العربي. أنا بحب مصر كتير، بحب جوها يعني، بحب الناس اللي فيها، بحب تونس يعني. أنا بحكي على المناطق اللي أنا سافرت عليها واللي أنا انبسطت فيها، المغرب، حتى الإمارات مؤخرا يعني، من زمان سافرت ما كتير انبسطت فيها، بس هلأ رحت وصرت أشوف يعني طبيعة الحياة الحقيقية تبعهم، فلا كمان بحبها يعني. ما في مدينة معينة بحبها. مين أبرز أصدقائك بالوسط الفني؟ كلهم أبرز أصدقائي.
كلهم رفقاتي أنا، ما عندي حدا، ما عندي عداوات بالوسط الفني وما عندي حدا تبع إنه الانتيم. كلهم صحابي، كلهم بحبهم، كلهم بيعرفوني أنا حدا كتير حقيقي وواضح بالحياة، وبيبين علي إنه إذا بحب حدا فمبين إيه بحبهم، وإذا لا فخلص بكل بساطة بعيد. وكلهم بيعرفوني بهي القصة، فأنا بمعظمهم أصحابي وبحبهم كلهم. عندك اهتمامات تانية غير التمثيل؟ هلا أنا كنت أحب الرسم، صلي زمان ما عاد رسمت، بس أنا أحب الرسم، بحب الموسيقى كتير، بحب تربية الحيوانات كتير، هذول الشغلات اللي من زمان موجودين فيي. هيك القراءة والمشاهدة الأفلام وهذول القصص وركوب الخيل. شكرا كتير. شكرا لك، شكرا لموقع فوشيا.